أهلا بحضراتكم من جديد مشاهدين الكرام في حلقة جديدة من حديث العلم. هذه الحلقة نتحدث عن اكتشاف عقار مصري جديد بنسبة 100% قادر على القضاء على سرطان الكبد. نتمنى أن تكون هذه الحلقة بشرى للأمل وليست ترويجا للوهم. بالفعل هذا العقار أثبت صحته من الناحية العلمية والمعملية، وتقوم القوات المسلحة في هذا التوقيت الآن بدعم إنتاجه لأول عقار مصري للقضاء على السرطان باستخدام الأكسجين. للحديث حول هذا الموضوع يشرفنا للحديث عنه الباحث الكيميائي مخلوف محمود إبراهيم، الباحث الكيميائي بكلية الطب جامعة الأزهر. أهلا بك يا أستاذ مخلوف. أهلا. طبعا الفكرة يعني مطروحة ومطروحة بقوة في وسائل الإعلام في هذه الفترة. لما ربنا ألهمني وضحت باك جراوند قاعدة عامة يعني بالبحث والتفصيل، أن السبب الرئيسي في علاج موجود المتاح، الكيمو سيرب اللي هو الكيماوي والراديو سيرب اللي هو الأشعاعي، ده بيستأصل الورم بالفعل، ولكن له آثار جانبية خطيرة بتؤدي إلى وفاة المريض، وكله عارف آثاره الجانبية. فدعيت ربنا أن يلهمني فكرة تكون جيدة في هذا العلاج وتكون آثارها محدودة أو ليست لها آثار جانبية. بالفعل بعد بعد الفحص الدقيق والقراءة المتعمقة في تكوين الخلية، واللي ساعدني ان انا كيميائي اساسا يعني بدراستي في جامعة اسكندرية، اكتشفت ان السبب الرئيسي للسرطان هو البيئة المائية الموجودة في الخلية. بمعنى ان الماء زي ما هو معروف بيتكون من H2O، يعني ذرتين هيدروجين وذرة اكسجين. مظبوط. حجم الاكسجين في ماء الخلية بيمثل 88% من الخلية، يعني 90% تقريبا. فده الجزء الميجر الاغلب، والهيدروجين 12%. فقلت اكيد بسبب الملوثات العامه اللي موجوده محيطه بينا اساسا، يعني من هيدروكربونات، عوادم سيارات، المواد المتهرمنه اللي موجوده في الفاكهه في اللحوم الى اخره، ان احنا اكيد نسبه الاكسجين في الخليه او الهيدروجين استحاله بسبب هذه الملوثات تبقى كما هي. تغيير احدهم بيحول البيئه المائيه اما حامض او قلوي اساسا. زياده الاكسجين في الخليه بخلي الخليه حضرتك قلوية، زيادة الهيدروجين بخلها حامضية. تخيل حضرتك الأكسجين لما يقل في الخلية، الأكسجين الخلية لما يقل تزيد القلوية، إن الماء اللي موجود في الخلية ما عادش بقت مية نار، قلوي مية نار، مية نار موجودة في الخلية. بتعمل إيه مية النار في الخلية دي؟ بتؤدي إلى تآكل الجين اللي اسمه DNA، اللي هو المسؤول الأساسي عن تخليق البروتين، يعني بصنع البروتين اللي في الخلية. الخلية بعد فترة بيحصل لها ما يسمى بالأبوبتوز، يعني بتموت وهتجدد تلقائيا. الخلية السرطانية ما فيهاش أبوبتوز، ما بتموتش، بتستنى كورم. ليه؟ بعد ما عرضت هذه الفكرة على أساتذة كبار في جامعة اسكندرية، قالوا بالفعل في مراجع عالمية وفي ناس علماء كبار تكلموا أن فعلا أن الخلايا السرطانية لا هوائية، وبالمناسبة والفيروسية كذلك، والفيروسات أغلب الفيروسات لا هوائية. وبناء على هذا العقار يمكن أن يعالج أيضا بالإضافة لسرطان الكبد فيروس سي الذي يحمل نفس صفات سرطان الكبد كما شرحت لي حضرتك قبل التسجيل. بالضبط كده. حتى علميا معظم حالات فيروس سي في الاخر بيحصل لها ما يسمى بالكانسر، يعني بيحصل لها سرطان، بتبقى خليه فيروسيه في البدايه، يحصل لها انفليميشن، بيحصل لها حاجه اسمها تتلايا في الخليه سيروزس، وبعدين في الاخر خالص تبقى كانسر سرطان. فهو اذا كان قضى بحمد الله على الحاله المتاخره من الخليه وهي في الحاله السرطانيه، فاسهل انه يقضي عليها وهي في حاله انها تكون فيروسي. نعم. بس احنا ركزنا بالامانه العلميه على تجارب على سرطان الكبد. أيوة. في الحيوانات. أيوة. لان ده اخطر واشد. بعد ما طرحت الفكره في جامعه اسكندريه انقسم العلماء في جامعه اسكندريه الى فريقين، من هو مؤيد ومن هو معارض، وده اسعدني ما فرحنيش، لان الحق يختلف عليه، اما الباطل لا يختلف عليه. فرحك ما ضايقكش الكلام ده؟ بالظبط، لان اللي كان بينقد النظريه كان بينورني وبيساعدني ان انا اشوف في النظريه بعد اكبر من بعدها، اللي كان الاثنين بيفيدني، اللي بايد النظريه بيديني دفعه معنويه، واللي بينقدها بيديني اصرار، وبرضك انظر ليه بينقدها، ما ربما يكون نقده في شيء معين بيؤدي الى تطوير في ثغره في نقطه. أيوة. محتاجه علاج، ممكن تؤدي الى تطوير النظريه، والى قيام الساعه لن تكون هناك نظريه علميه 100%. سبحان لان الله. في تطوير دائما. نعم. النقد في النظريه يؤدي الى تطوير النظريه. نعم. فكان الفيصل لجأت الى السيد المحافظ السابق الراي المحترم اللواء عبد السلام المحجوب، كلف الدكتور محمد عبد الرئيس جامعه اسكندريه بصراحه يعني بالتنسيق بينهم ان تتولى جامعه الاسكندريه هذا الموضوع بنتائج نشوف الدنيا فيها ايه. زي ما تعلمت من أهزيزي في جامعة اسكندرية في كلية العلوم، التجربة خير برهان. والله إذا كان في نتائج حتبان. كان الموضوع نيجاتيف وسلبي خلاص، يا إما تطور ويكون في نتائج يا إما تتوقف.
فهو الحمد لله النتائج في جامعة الإسكندرية أثبتت صحة هذه النظرية مبدئية. بيعملوها على حياة سيل لاين، خلايا بشرية وعلى حيوانات. الفكرة ما كملتش في جامعة الإسكندرية، أن أحد الأساتذة سطى على الفكرة، سرق الفكرة بمعنى صح، اللي هو رئيس الفريق اللي كان المفروض هو يتبناها، وبعد ما اشتكيته فترة طويلة مش عايز اتوقف عنده، تم فصله تماما من جامعة الإسكندرية بمجلس تأديب وتقرير نهائي من المحكمة العليا. ربنا يوفقك. ايوه ابتدينا تاني عايزين ايه، عايزين نكمل الموضوع. الموضوع بعد كده تم في تجارب في معهد الأورام القومي على خلايا بشرية خمس أنواع مختلفة من السرطانات، منها سرطان الكبد، القولون، المثانة، الرئة، سرطان الجلد، ونجحوا المرحلة الثانية نجح القومي. نجح العقار في ان هو ثبت العقار ان هو العقار له فعالية في القضاء على انواع السرطانات في حاجة اسمها سيل لاين تتشكرشن على شرايح بره الجسم بسمها انفيترو. كان في لقاء بعد الثورة في 2011 الدكتور محمد أباظة مساعد وزير الصحة، هو حاليا كمان مساعد وزير وراجل محترم يعني، ساعدني ان انا اقعد مع اعضاء لجنة في وزارة الصحة عشان يقيموا ما تم من تجارب في خلال 11 عام من 2000 ل 2011. اللجنة ارتأت إن في 2011 ان الفايل لسه ما اكتملش مش كامل، قالوا لازم تعمل تقرير ما يسمى بالتوكسوستي توكسيكولوجي، ويكون هذا التقرير في المركز القومي للبحوث. يعني تقرير ده تقرير اسمه السمية، بيثبت حضرتك يا استاذ ايمن هل العقار في اثار جانبيه او ما فيهوش او في اثار بسيطه. الحمد لله هذا التقرير تم في المركز القومي للبحوث، وكان للاسف الشديد لما احنا لجأنا الى وزاره البحث العلمي في هذه المرحله في 2011 علشان يدعمونا ب 8000 جنيه عشان نجري عشان يتم هذا التقرير في المركز القومي للبحوث. وزارة البحث العلمي وأكاديمية البحث العلمي بعثت لي خطاب بتعتذر فيه إن هي مش متيسر هذا المبلغ 8000 جنيه، ما عندهاش 8000 جنيه. هو ده بيكشف عن نقطة تانية احنا هنوصل لها وهسأل حضرتك عنها وتكشف لي كل التفاصيل اللي أنت اصطدمت بيها في هذه المرحلة، لكن الخطوة التالية كان بعد كده إيه؟ كان بعد كده كان لازم تقرير السمية لأن ده العمود الفقري للموضوع. النتائج المبدئية مبشرة وبتثبت إن العقار فعال في القضاء على الخلايا السرطانية. عايزين نشوف مدى سميته، هل العقار ده سام ولا غير سام ولا سمية بسيطة. الحمد لله التقرير تم في المركز القومي للبحوث في قسم الفارماكولوجي، والحمد لله احنا ربنا، وطبعا شكر خاص لفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب لأن هو دكتور طلب وهذا إمام عالم عامل. ففضيلة الإمام الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر بالفعل دعمني بالمبلغ المطلوب وزيادة لتقرير السمية. ده كمان قبل ما تتنقل، لان حضرتك انت قلت لي كمان ان انت اتنقلت من وزاره التربيه والتعليم لجامعه الازهر. اتنقلت من 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 المعاهد الازهريه في 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 الازهر الشريف. نعم. الى كليه طب جامعه الازهر علشان تستكمل. وده كان بصراحه شكر خاص لدكتور احمد طيب شيخ الازهر ودكتور اسامه العبد رئيس الجامعه. يسروا لي هذا النقل يعني عشان اكون هم متفرغ لهذا الموضوع. نعم. فابتدينا عملنا تجارب السميه في المركز القومي للبحوث، اساسا ثبت ان العقار الحمد لله ليس له اثار جانبيه بتقرير معتمد ورسمي ومختوم من المركز القومي للبحوث بيثبت ان العقار ليس له اثار جانبيه. يبقى عملنا جزئين، الجزئيه الاولانيه الشرايح البشريه بسموها ان فيترو، ده النظام العلمي اللي لازم اي باحث يتبعه عشان يثبت ان عقاره فعال وليس له اثار جانبيه او ليها اثار خفيفه يعني محدوده. ده النظام العلمي ولازم يتبعوه، ده ما فيهوش مجامله، ده نظام علمي سيستم محلي ودولي. عملنا شغل الشرايح ونجح الحمد لله بجداره في القضاء على الخلايا السرطانيه. عملنا شغل السميه وثبت ان العقار ليس له اثار جانبيه في المركز القومي للبحوث. اتبقى الجزء الاهم بقى واللي هو بيتكلف مبالغ ضخمه، انك تعمل تزرع خلايا سرطانيه في كبد الفيران لمجموعات مختلفه وباعداد كبيره تديك رؤيه ونتيجه سيانه، وبعدين تعرضها لهذا العقار وبعدين تعالجها بهذا العقار. القصه دي مش بسهوله، مش اي مكان بصراحه يعملها. انا عايز حد يكون بروفيشنال استاذ يعني في فاهم في هذا الموضوع، لانه كمان الخلايا السرطانيه بتهيألي يبقى في مشكله لو نقلها ممكن تم بشكل خاطئ كمان. خطر طبعا في ناس كتير تخاف تشتغل، والسرطان مش معدي وكل حاجه بس لو تشكيت الابره تشكت ممكن تعمل مشكله تعمل مشكله. فعشان كده برضو كل الشغل يبقى فيه حذر شويه. بعد ما تم تكليف كليه طب جامعه الازهر سيد الاستاذ الدكتور حموده شرف رئيس قسم الفارماكولوجي السابق، فحصل اجتماعات في طب الازهر علشان يكون في حد مميز بالفعل يعرف يعمل هذه التجارب. فكان فيه تم تحويل الدكتور احمد منصور استاذ الفارماكولوجي بصيدله الازهر، هو عالم كبير في هذا المجال لانه واخد دكتوراه من المانيا في هذا التخصص، وهو اوير جدا بهذه القصه واشتغل فيها في عشرات السنين، فعنده خبره عاليه جدا في هذا الموضوع. بالفعل تم تحويل الموضوع ليه؟ قال لي بالظبط يا مخلوف دي قصه كبيره مش سهله، وكده الجامعه بتحملني مسؤوليه علميه مش سهله، فلازم نعملوها سلولي ببطء
ونعيد تجربه مره واثنين وثلاثه واربعه عشان اطلع بعد كده اكلم اي جهه اقول لها ان الموضوع ده فيه نتائج ايجابيه او سلبيه. لا عايز اظلمك ولا عايز برضك اروج لحاجه زيتك ما قلت كده وهمه. قبل ما نسجل مشاهدين الكرام انا كنت بقول الدكتور مخلوف، واسمح لي ان انا اقول للدكتور مخلوف انا استحق هذا اللقب وحسن الظن فيك قائم، انه نحن نود ان نروج املا لا نروج وهما. ودلوقتي الدكتور مخلوف قال هذه الاشاره، عايز حضرتك تكمل واسمح لي قبل ما يعني نوصل للنقطه المتعلقه بالقوات المسلحه. حضرتك شرحت الطبيعه العلميه لهذا الاختراع في رحلة حضرتك من جامعة اسكندرية والمعاهد الأزهرية في اسكندرية للجهات الموجودة في مصر، سواء وزارة الصحة أو وزارة البحث العلمي أو المركز القومي للبحوث وجهات كثيرة، حتى وصلت إلى جامعة الأزهر في القاهرة وكلية الطب. قبل ما نوصل لمرحلة الجيش عايز حضرتك تذكرنا مرة تانية بالوصف العلمي لهذا العقار اللي بيعتمد على فكرة بسيطة جدا، وأنا قلت لحضرتك ربما تعليقي الشخصي عليها أنه كثير من الأفكار العبقرية بتأتي من يعني أسباب بسيطة جدا. كان بيحضرني مقولة الدكتور أحمد زويل في هذا الموضوع، كان بيقول أن الاختراع سره مش في صعوبته. نعم. لدرجة أنك لما تقول الفكرة المتلقي والباحثون العلماء يقول لك يا ده بسيطة جدا. طب هي كانت فين قبل ما تقولها؟ نعم. يعني أنت لما تقول الفكرة أن الأكسجين الخلايا السرطانية خلايا لا هوائية، فأنا مدخلها أكسجين عشان نجعل خلايا هوائية، فبالتالي تبقى البيئة الموجودة في الخلية غير مناسبة لنمو الخلايا السرطانية فبتدمر السرطان داخل الخلية. يقول لك يا طب الأكسجين موضوع عملية بسيطة، طب كانت فين؟ يا حضرتك؟ أيوه. فقلت زوين مش في صعوبة الفكرة ولكن الفكرة تايهة على العقول.